could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. مرحبا بكم في قناه تامر بابيتو. اللي ما ابونيش معنا مرحبا به، ابوني معنا واللي من العائله قناه بابيتو، وما تنساوش تشجعونا باللايك باش دائما نجيبوا لكم الجديد. الخوت، اعلان جديد ديال غلوري 78، ما بقاش 77، غلوري ديال 78 اعلنت عن خبر جديد. خليكم مع الفيديو. 5 4 3 2 1. جمعية غلوري للفنون القتالية تعلن عن نزال جديد لغلوري 78 الذي سيجمع بين بدر هاري من جديد ضد منافسه بنجامين أبيد بوي. ذلك النزال سيكون إن شاء الله يوم 20 يونيو، أي في الشهر السادس من هذا العام 2021 إن شاء الله إذا سمحت الظروف. وتقول جمعية غلوري أنها يمكن تأجيل النزال على حسب تطور الحالات لهذا المرض، تفشي لهذا المرض. إذا كان يعني الأمور مستقرة سيكون النزال يوم 20 يونيو، ولكن إذا تطورت الأمور يمكن تأجيل النزال إلى تاريخ آخر حتى تستقر الأمور. ونتمنى حظ سعيد للبطل بدر هاري الأسطورة، نتمنى له حظ سعيد، ونتمنى لجميع المغاربة يشجعوه، ونتمنى منه ما يوقعش في نفس الخطأ، ما يستهزئش بالملاكمين يعني قبل المقابلة باش إن شاء الله يوصل شي نتيجة. وحنا ديما معاه نساندو إن شاء الله. كما كتشوفوا بان هنا كنشوفوا مدير ديال غلوري حاضر في كل وقت، وبدر هاري راه مستعد، راه دائما كيشتغل على راسو وكيبدل من الطريقه ديالو ديال لونترينمو باش كما كيقول هو باش يفاجئ الخصم. وان شاء الله نتمنوا له الخوت. كنتمنى ان شاء الله يكون عجب لكم الفيديو، ما تنساوش تشجعونا باش نجيبوا دائما الجديد، دايما لايك 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 الخوت صافي. المهم الخوت، كاين شي حاجه جديده غنتواصلوا معكم ان شاء الله عبر اليوتيوب ان شاء الله. واللي ما عندوش انستغرام ديالي مرحبا به، يعني تابعنا في انستغرام. انستغرام هو تامر بابيتو، يوتيوب تامر بابيتو، انستغرام تامر بابيتو، والفيسبوك تامر بابيتو. الخوت مرحبا بكم، الناس الجداد مرحبا بكم، الناس الابونوا الجداد مرحبا بهم، والناس خدام بارك الله فيكم. ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.